السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة صلي يومين بحالة ذهول من اللي صار ببيروت. ناس مثلنا مثلهم كانوا عم يقضوا يومهم مثل أي يوم عادي، أم عم تطعمي ابنها، ولاد عم يلعبوا ببيتهم، واحد راجع من شغله، حدا عم يتخانق مع حدا، ضيف كان عند رفيقه، عايشين كانوا يومهم مثل أي يوم حدا فينا، مثلنا نحنا، مثل أيامنا اللي منعيشها. فجأة نقلب كل شيء رأسا على عقب. الفيديوهات كانت مرعبة مخيفة، ونحن عم نتفرج من وراء شاشات جوالاتنا أو لابتوب، ما بالكم اللي عاش هذا الشيء. الله يصبر قلوبهم يا رب ويربط على قلبهم. قصص كتير بتحزن سمعناها. واحد مثلا من السوريين كان بألمانيا وقعد سنتين وهو بألمانيا، تعذب كتير مشان مشاكل الإقامة، مشان محاميين وطعن وعمل ولم شمل لعيلته. بالأخير أخيرا جتهم الفيزا لزوجته وخمس أطفال. كان موعد الطيارة تاني يوم. طبعا استدان من الناس تمن ست كروت طيارة، خمس أولاد وأمهم. وأخيرا ابتسم وأنه الحمد لله حترجع مرته وولاده وحيلتم الشمل بعد عذاب سنتين، وعم يحلم بهذا اليوم. لكن للأسف قبل بيوم من سفرهم ماتت الزوجة والخمس أطفال بالانفجار اللي صار. هاي قصة من القصص، وقصص كتير. في قصص وثقتها الكاميرات مثل ما شفنا، أكيد كلياتكم شفتوا المقاطع وسمعتوا بالأخبار وشفتوا المقاطع اللي عم تتداولها باليوتيوب بالإنستغرام. هاي اللي تصور، لسه الله أعلم باللي ما تصور. هدول ناس مثلنا مثلهم كانوا عايشين حياة طبيعية وعادية، وفجأة كل شيء انقلب. ويظهر أنه أغلب حتى الممثلين والفنانين كانوا أخذين بهديك المنطقة، كلهم صوروا بيوتهم كيف تدمرت وكيف تخربت، وفي منهم أصيبوا. يعني شيء ما كان متوقع. يعني هاي هي الدنيا، سبحان الله، هاي هي الدنيا. فجأة ممكن تسحب منك كل شيء، فجأة ممكن بين كاف ونون بيتغير وضعك كله، بتتغير حياتك كلها، بيتغير كل شيء فجأة. لهيك الواحد ما يركن طالما هو عايش بشيء اسمه دنيا، لا يركن لأي حال، مهما كان عايش بأمان، مهما كان عايش باطمئنان، مهما ملك من أموال أو عزوة أو أي شيء كان بيملكه، كله ممكن فجأة يختفي. لهيك الواحد لازم دايما يعيش حياة مودع، يعيش حياة مودع، دائما يرضي الخصوم، يعمل حقوقه اللي إله واللي عليه، شو حقوقه شو واجباته، دائما يعيش حياة مودع. ما حدا مننا بيعرف كيف حيموت. هذا اللي صار ببيروت ممكن يصير بأي بلد تحت أي سبب آخر، ممكن بزلزال، ممكن بأي شيء، أي شيء ممكن يصير وينعاد هذا السيناريو بأي بلد تاني. طبعا الله يحفظنا جميعا يا رب من ساعة الغفلة ومن ساعة الفجأة اللي ممكن تجينا هيك بدون إنذار فجأة. ناس منحبهم، ناس ممكن فجأة نفقدهم لأي سبب كان. بتحسوا الدنيا ما لها مستاهلة للخناقات، وما لها مستاهلة لأنه نتمسك بسفاسف الأمور والتفاهات. هالناس اللي حوالينا ممكن فجأة نفقدهم. فهي ليش نحن ما بندرك قيمة الأشياء هي إلا بعد ما يرحلوا أحبابنا من حياتنا، أو إلا بعد ما يصير شي كارثة حتى نبلش نحن نتفكر ونصحى. ليش ما بنتفكر ونصحى قبل ما يجينا البلاء لعنا؟ اللي صار بلبنان ممكن يصير مع كل حدا فينا، مع كل حدا فينا. الله يرحم الناس اللي ماتت ويصبر قلوب الناس اللي مات لحدا، وتكون هيك يا ربي. يعني مو عارفان واحد شو بدي يقول، واحد مو عارفان لا كلمة عزاء ولا مواساة ممكن تخفف عنهم. يا ربي يربط على قلوبهم. ما في شي بهالدنيا يستاهل انه تزعلوا من حدا او تزعلوا من بعض، ومتصالحوا مع بعض وحبوا بعض ودائما اشبعوا من الناس اللي بتحبوهم، لانه ما بنعرف امتى حيروحوا ويتركونا ويغادروا الى غير رجعة. كتير هذا الأمر منلاقيه بحياتنا، أنه ما منحس بقيمة الشيء اللي منحبه إلا بعد ما يروح. صعب كتير هذا الشيء.
صعب كتير انه الواحد لما فجأة يختفي حدا من غالي على حياتك، صعب انك تتقبل هالفكرة انك تفقد حدا عزيز على قلبك. كتير موقف صعب ومؤلم، تجربة ما بتقدر تختصرها ولا تهرب منها، هي غصة بتضل ملازمتك ساكنة وسط الحلق. انه تفقد حدا مهم وغالي على قلبك، قد يكون اب، قد تكون ام، قد تكون اخت، قد يكون صديق مخلص لإلك، كان مرايتك. بتحس حالك لما تفقد هذا الانسان الغالي اللي بحياتك اللي ما كنت عارفان قيمته لما كان موجود، بتصير تنام وانت اقصى حلمك انك تشوفه برؤية او بحلم او تمسك وتتحسس اي ذكرى بتذكرك فيه. بتحس كأنه الشتاء جواتك ولو كنت بعز الصيف، تحس في أمطار وفي شي عم يبكي جواتك وقلبك كأنه العيون عم تدمع. بتحس روحك فقدت جزء كبير من روحك، بتحس حياتك كأنه صارت كلها خريف، كأنه الخريف احتل قلبك وبقية حياتك. بتحس بطعم الوحدة من دونهم، كتار كتار من اللي فقدوا أحد والديهم ما حسوا بقيمتهم إلا بعد وفاتهم، ما عضوا أصابع الندم على كل لحظة راحت وما استغلوها برضاهم إلا بعد وفاتهم. كتير صعب إنك تفقد حدا كان مثل ظل شجرة تقعد تحت فيها لما تتعب من الحياة وتتعبك ضغوطات الحياة ومصاعب الحياة، ولما تعبس الدنيا بوشك، وانه هن كانوا مثل ظل هالشجرة يلي بيقعد الواحد وبيرتاح تحت منها ليرتاح من عناء الدنيا وتعبها. لما يروحوا من حياتك بتصير بتحس بقيمة كل تفصيل، بتدور على كل تفصيل بخصهم، اي ذكرى، اي شي مسكوه بايدهم وراء. كتير منهتم بتفاصيل وتفاصيل وبنغرق حياتنا وبنتعب حالنا ونحن عم نهتم بالتفاصيل، بأكلنا، بلبسنا، بشربنا، بعلاقاتنا، تفاصيل 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 لدرجة انه منتعب ومنضيع وقت ونحن عم نهتم بهالتفاصيل وبنتعب الناس اللي حوالينا. الحياة فانية، كل ما فوق التراب وتراب. الحياة مثل الشجر، بتكون نبتة خضرة غضة طرية لحتى تكبر وتثمر، تورق وتثمر وتشتد وتطعم الناس من ثمارها. شجرة مليانة وراء خضرة هي الناس اللي نحن منحبه، بعدين بيجي يوم وبيجي فصل الخريف وبتصفر الوراق وبيوقع ورقة ورا ورقة ورا ورقة، وما بيبقى منها الشجرة إلا الحطب وبس. تماما هيك حال الدنيا، كل واحد بيودع الثاني. أكيد أكيد إن ما مثلنا أحباب، في لسه عنا بقية ورق شجر باقي بحياتنا، حافظوا عليهم وحاحوا عليهم وديروا بالكن على الأوراق البقيانة اللي هنن الناس اللي منحبها. الموت كاس بمر على كل الناس، والموت حق علينا كلياتنا. لما بيغادرنا من هالدنيا حدا منحبه، نحنا ما منكون زعلانين على الميت قد ما منكون زعلانين على حالنا ومن حالنا. لما بيغادرنا حدا من هالدنيا نحنا ما منكون عم نبكي على اللي مات. اللي مات راح لحياة أحسن من حياتنا، لحياة ما فيها ظلم ولا قهر ولا جوع ولا تعب ولا خذلان ولا هم ولا غم ولا تعب ولا نصب. اشبعوا من اللي بتحبون، لأنه إذا فقدتون بيوم من الأيام رح تكونوا فقدتوا حدا عزيز، رح يترك فراغ كبير جواتكم ما بيتعبق أبدا ولا في حدا حيقدر يعبي لكم إياه. أكيد في ناس مرت بهيك وحاسة بكلامي. نبكي عليهم، نبكي مشان حالنا لأنه نحن حسينا أنه ناقصنا شيء مهم كتير راح بحياتنا، تماما مثل وقت منقلع سن من أسناننا.
كل شوي بتلاقي لسانك اجى عليه لأنه متعود عليه، كل شوي بيجي عليه بتفقده فما بيلاقيه. هيك بيكون فقدان الأشخاص بحياتنا، الأشخاص العزيزين والغالين على قلوبنا. منلاقي حالنا في نار عم تحرق بقلبنا كل ما تذكرناهم، ما منقدر إلا ما نبكي، نبكي لما نتذكرهم ونزعل من حالنا إنه ما عرفنا قيمتهم وهن أحياء. نندم إنه نحنا ما عدنا معهم أكتر، ما طلعنا فيهم أكتر. نبكي إنه نحنا ما شبعنا منهم، منحس حالنا لسه ما شبعنا منهم، ما شبعنا من الحكي معهم. نندم على كل لحظة تخانقنا معهم فيها أو اختلفنا معهم فيها على أشياء تافهة وسخيفة تصغر الدنيا بعيوننا. نتمنى يرجع الزمان، وهيهات هيهات إنه يرجع شي لورا. انتهزوا الفرصة وروحوا لعند الناس اللي بتحبون، قولوا لهم نحنا منحبكم، انتم مهمين بحياتنا. حسوا بقيمة اللحظة اللي انتم عايشين فيها قبل ما تروح منكم. الحياة ما هي إلا لحظة، اللحظة اللي نحنا هلأ أنا عم بحكي فيها وانتم عم تسمعوني، هي هي الحياة، هي هي الحياة باختصار. ما لا مستاهلة يا جماعة، مهما كانت القصص كبيرة ما لا مستاهلة. آخرتها زمن وحينقضي، وحنغادر هالدنيا بعد زمن، بعد أجل نحنا الله كتب لنا إياه ونروح من هالحياة. فكروا بكلامي منيح وقوموا صالحوا الناس والخصوم اللي انتو زعلانين منهم او هنن زعلانين منكم. قوموا احكوا مع بعض، والعتاب صابونة القلوب، تصافوا مع بعض وصفوا قلوبكم وتذكروا الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. خلي قلوبكم سليمة من الغل والحقد، من القهر، من كل شيء. عيشوا اللحظة اللي انتو عايشينها اليوم واستمتعوا فيها، وحسوا بقيمة الناس اللي بتحبوها والناس الغالية على حياتكم وبحياتكم. والله الدنيا ما لها مستاهلة، ما لها مستاهلة. تاني يا جماعة، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. الحل أنه نرجع بصدق إلى الله، نكون صادقين مع الله أولا، ثم مع أنفسنا، ثم مع الغير. اتقوا الله وكونوا صادقين بكل خطوة بتمشوها بحياتكم، بكل حركة بتمشوها بحياتكم. من لما بلشت سنة 2020 بلشنا بكورونا على العالم كله، تحسوا في شيء مو طبيعي، الكوارث من كل حدب وصوب. هلأ بيروت صار فيها هيك، تاني يوم صار بعجمان، شفت بالأخبار أنه حريق كبير وهذا اللي عم تنقله الأخبار. الله أعلم لسه الأشياء التانية اللي ما عم تنقله الأخبار شو هي. الناس رجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. ارضوا الخصوم، إذا ظالمين حدا عدوا، هيك كل واحد يحاسب نفسه، عد يفكر. لك ما بتعرفوا إمتى كل واحد فينا ساعته، إمتى بينتهي يومه. قيامتك بتقوم يوم اللي بتموت، مو وقت تطلع علامات الساعة الكبرى، مو وقت بيطلع الدجال. قيامتك بتقوم يوم اللي أنت بتموت ويوم اللي أنت بتموتي. فجهزوا لهذا اليوم وخففوا الزاد، زاد الذنوب قد ما فيكم تحرروا منها. رجعوا هيك يعني، خلينا كلنا نرجع إلى الله قبل ما نرجع، يعني نرجع بكيفنا قبل ما نرجع بالمصائب والبلايا. يكون عهد جديد بينكم وبين ربكم، أصلحوا الخصوم يا ناس. شوفوا كل واحد يقعد يراجع نفسه، لأنه فعلا الشيء اللي عم يصير مو طبيعي، الشيء اللي عم يصير بالعالم ما له طبيعي. عدوا راجعوا حالكم، كل واحد يراجع نفسه، كل واحد يا ريت يشوف عيوب نفسه. للأسف كل اللي حوالينا شاطرين بس ينظروا على غيرهم، كل واحد يشوف عيوب غيره ويصوب على عيوب غيره وبده يصلح عيوب غيره، بده يصلح لكم، بس ما حدا عم يشوف حاله، ما حدا عم ينتبه على عيوبه. يا ريت كل واحد بس ينشغل بعيوبه لتصير الدنيا أحسن، لتصير كل شيء أحسن. يا ربي تلطف فينا أجمعين، يا ربي تلطف فينا أجمعين، يا ربي ترحم الناس اللي ماتت، سواء كانت بسوريا أو بفلسطين أو بالعراق أو بأي بلد عربي. يا ربي تربط على قلوب أمهاتهم وقلوب كل حدا فقد حدا غالي عليه.
شكرا كتير كتير لتفاعلكم ولمصداقيتكم عن جد. يعني أول مبارح كنت مسجلت لكم فيديو عمل لكم أنه تحسنت الإحصائيات عندي وكذا، اليوم كانت أحسن وأحسن. شكرا للمصداقية وشكرا لتفاعلكم وأنا معكم بالمثل. المهم يا جماعة مثل ما عم لكم، المصداقية والتفاعل والاستمرار ومحتوى يكون حلو، مو بس تعتمدوا على المصداقية والتفاعل، كمان قدموا محتوى مميز وبالتوفيق للجميع. يا ربي ما كنت قلت على قلوبكم، ما حطول عليكم أكثر من هيك. لا تنسونا من الاشتراك واللايك فضلا وليس أمرا، لعله هالكلام يسمعوا أكبر قدر ممكن، ولعله في ناس يكونوا متخاصمين ويتصالحوا أو تتحرك قلوبهم ولو شوي، أو يراجعوا حالهم ويفكروا ويعيدوا التفكير بعد ما يسمعوا هذا المقطع. لا تنسونا من الدعاء بظاهر الغيب، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.